مساء الخير عليكم، إن شاء الله تكون بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اليوم في هذا الفيديو جديد جبت لكم هذا النوع من الدواء اسمه شاربونال بليس. هاو هنا مكتوب بالعربية شاربونيل بليس، فحم منشط، خلاصة اليانسون، خلاصة النعناع، يعمل على تنقية الجسم والتخلص من الغازات. العلبة تحتوي على 30 كبسولة، في زوج لساشي كي من هكا، كل واحدة فيها 15 حبة، يسمى مكمل غذائي. دواعي لاستعمال هذا الدواء: في حالة إذا كانت هناك اضطرابات في الجهاز الهضمي كالانتفاخ والغازات، آلام البطن، تشنجات وعسر الهضم، الإسهال، رائحة الفم الكريهة، التسمم الغذائي أو الدوائي، يعمل تنقية الجسم من السموم. مثلا اللي تعطاو من المخدرات أو الدخان، إزالة السموم كما قلت لكم من الجسم. يعمل هذا الدواء على، يمتص معظم المواد الكيميائية، المواد السامة أو المهيجة، وعدد لا متناهي من السموم، وذلك عن طريق الارتباط بهم في المعدة والأمعاء، وبعدها يطرح الكل خارج الجسم قبل تسبيب أي ضرر. ما عنده حتى ضرر هذا الدواء، يعمل على إخراج السموم من الجسم وتنقية الأمعاء، يحرر الأمعاء، ويعمل على إزالة السموم، ويمتص الغازات، ويخفف من الاضطرابات المعوية كالانتفاخ والغازات والإسهال والتشنجات المعدية والمعوية. بالنسبة للحامل ما تقدرش تشرب هذا الدواء، واللي عندهم حساسية من فول السوداني الكاوكاو أو الصوجة، اللي عندهم حساسية من الصوجة والفول السوداني ما لازمش يأكلوا هذا الدواء، واللي عندهم المرارة واللي عندهم الكبد، يعني عندهم مرض في المرارة أو في الكبد، ما يقدروش يأكلوا هذا الدواء. للأطفال الأكبر من 12 سنة، أقل من 12 سنة ما يقدروش يأكلوا هذا الدواء، من 12 فما فوق تقدر تأكلوا من زوج حبات إلى ثلاث حبات صباحا وفي منتصف النهار ومساء بعد الأكل. وهذه هي فوائد شاربونيل بلس، يعني فوائد بزاف ملاح، بزاف اللي يعاني من الغازات وانتفاخ في البطن.
هذا الدواء راح يخلصك من مشاكل الهضم، مشاكل الغازات والانتفاخ، من التسممات اللي في الجسم، يخرج الآثار اللي خلفها التدخين عند الأشخاص اللي بالأخص مع الرجال، هما اللي يتعاطاو الدخان، المخلفات أو التأثيرات اللي يخليها الدخان في الجسم. هذا الدواء يخرج هذه التأثيرات أو السموم المخلفة نتيجة تعاطي التبغ، وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين تعاطوا المخدرات. الله يعافينا ويسترنا ويستركم. تخرج آثار المخدرات من الجسم، في فوائد بزاف. شاربونيل بليس، وهذا هي حبيت نفيدكم بهذا فوائد هذا الدواء. اللي عندهم مشاكل في الهضم او في غازات البطن او الانتفاخ او السموم، تسممات في الجسم، يتعاطاو هذا الدواء، يقدروا ياكلوه، راح يخلصهم من هذه المشاكل. وهذه هي الفوائد تاع هذا الدواء كما قلت لكم. واللي شاف الفيديو حط لي تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو قادم إن شاء الله.